يريدون، مجرد إرادة وميل محبة. فكيف إذا فعلوا هذا الشيء؟ يريدون أن يتحاكموا من الطاغوت، والطاغوت كما عرفوه هو ما تجاوز به العبد حدا. طاغوت أصلا مأخوذ من الطغيان، هو مجاوزة الحد. تقول طغى الماء، طغى الماء إذا ارتفع عن منسوبه، ارتفع عن منسوبه يقال طغى. إنا لما طغى الماء عملناكم الجارية. الطغيان مجاوزة الحد، والمراد بالطاغوت هنا ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله. من الطاغوت؟ أنواع الطواغيت كثيرة، ومن الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيمان، فمن آمن بالله ولم يكفر بالطاغوت لم يصح إيمان. قال تعالى: فمن قد تبين الرشد، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأن الشرط لا بد أن يتقدم المشروط، شروط صحة الإيمان الكفر بالطاغوت. ولا يمكن أن يجتمع إيمان بالله وتصديق بالطاغوت أبدا، ضدان لا يجتمعان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كل من حكم بغير ما أنزل الله إنه يعتبر طاغوتا، سواء كان كاهنا أو كان عالما أو كان أميرا أو كائنا من كان. من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك فإنه يكون طاغوتا كائنا ما كان، حتى ولو كان عالما من العلماء أو حضرا من الأحبار أو راهبا من الرهبان أو أيا كان. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به كما سمعتم في الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أمرنا الله أن نكفر بالطاغوت أولا، قد أمروا أن يكفروا به ومع هذا يتحاكمون إليه. إذا لم يمتثلوا الأمر، لم يمتثلوا الأمر. ثم بين سبحانه وتعالى السبب الذي حملهم على هذا، فقال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا هو السبب، أنهم أطاعوا الشيطان، والشيطان لا يريد لهم الخير وإنما يريد لهم الضلال، ولا يريد لهم الضلال اليسير وإنما يريد لهم منتهى الضلال، أن يضلهم ضلالا بعيدا لا يرجعون بعده إلى الحق. هذا الذي يريده الشيطان من بني آدم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قلب منهم التحاكم إلى ما أنزل الله وهو القرآن، وإلى الرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه إذا كان حيا، وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. رأيت المنافقين يصدون عنك صدور، المنافقين لا يقبلون ويصدون، يصدون صدودا. هذا تأكيد أنهم لا يريدون حكم الله ورسوله، يكرهون هذا، وإن تظاهروا بالإيمان فهم يكرهون هذا في قلوبهم. فمن علامة النفاق أن الإنسان لا يرضى بحكم الله ورسوله، ولا يحبه ولا يريده إلا مجاملة، أو إذا كان في مصلحته هو فإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مدعيه، إذا كان في مصلحته إنه يقبل، فإذا كان سيحكم عليه فإنه لا يقبل. إلى آخر الآيات، إلى أن ختم بقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
فيما شجر بينهم، لا فيما شجر بينهم، كل ما تنازعوا فيه. فيجب تحكيم الكتاب والسنة في كل موارد النزاع، لا في بعضها دون بعض، الأحوال الشخصية بس والباقي. بعض الدول عندها تحكم الإسلام الشريعة للأحوال الشخصية، طيب والباقي الدماء والأموال وقبل ذلك العقيدة، وأيضا التحكيم في الفرق والجماعات والأحزاب المختلفة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما اسم الموصول، والاسم الموصول من صيغ العموم، يعني في كل شيء يتنازعون به، سواء في العقيدة أو في المذاهب والفرق والجماعات أو في الخصومات بين الناس في الحقوق والدماء وغير ذلك. تحكيم الشريعة عام في كل شيء، أما من أخذ الأحوال الشخصية فقط هذا لم يحكم الشريعة، هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. كذلك من أخذ الحكم بالشريعة في الخصومات والحقوق ولم يحكمها في المذاهب والأقوال والعقائد، هذا أيضا لا يكفي، لأنه أخذ جزئية وترك ما هو أهم منها، أخذ جزئية فقط. لأن في بعض الجماعات الآن تنادي بالحاكمية، يعني الحكم بين الناس في الحقوق والمنازعات بين الناس، ولكنهم يقولون اتركوا الناس على عقائدهم، لا تعرضوا للعقائد، لا تعرضوا للمذاهب، لا تعرضوا للجماعات، لكن يطالبون بتحكيم الشريعة المحاكم الشرعية في الحقوق التي بين الناس. هذه جزئية ما تكفي، نعم هي من الواجب لكنها لا تكفي، لازم يحكم الشرع في كل شيء فيما شجر بينهم، يعني أي شيء شجر بينهم اختلفوا. وفي الآية الأخرى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، في شيء يعني أي شيء نشر في سياق الشرع، تعم كل نزاع كل خصومة. وفي الآية الثالثة وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ما اختلفتم فيه ما علم من صيغ العموم، وقوله من شيء هذه أيضا من صيغ العموم، فلا بد أن يحكم الكتاب والسنة في كل النزاعات وكل الخلافات في العقائد في المذاهب في المقالات في الحقوق في كل شيء بين الناس، هذا هو حكم الله ورسوله. أما أننا نأخذ جزئية ونترك الباقي أو نترك ما هو أهم منها وما هو الأصل، هذا لا يغني شيئا، أو نأخذ الأحوال الشخصية ونترك الباقي هذا لا يغني شيئا، وليس تحكيما للكتاب والسنة، وإنما هو تحكيم للهوى، لأنه أخذوا ما يهوون وتركوا ما لا يهوون، فأخذوا اللي يشتهون وتركوا اللي ما يشتهون، هذا ما يصلح، ليس هذا شأن المؤمنين. المؤمنين بالله ورسوله، المؤمنون بالله ورسوله ينقادون لحكم الله في كل شيء ويحققون إيمانه أن يحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله في كل شيء في كل موارد النزاع، لا يخصون بعضها دون بعض، هذه صفة المؤمنين، لأن هذا من العبودية لله سبحانه وتعالى. العبودية لله تشمل كل ما شرعه الله، هذا معنى العبودية، أن الإنسان ينقاد لكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. أما من أخذ بعض العبودية وترك البعض الآخر فهذا ليس محققا للعبودية، ربما يكون تابعا للهوى، ما طاب له أخذه وما لم يطب له تركه، وهذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض شاء أم أبى، هذا هو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى عام وشامل.
حتى ان الانسان يحكم الكتاب والسنة على تصرفاته هو، يحكمها على نفسه، حتى لو ما له خطيب وله مناجع يحكمها على نفسه، تصرفاته وافعاله يرجعها الى الكتاب والسنة، فما كان منها موافقا للكتاب والسنة افعل به، وما كان مخالفا تركه. تحكيم الكتاب والسنة عام وشامل لكل شؤون الدين وشؤون الحياة، هذا هو الإيمان الصحيح وهذا هو التحكيم للشريعة. أما الجزئيات هذه ليست من تحكيم الشريعة. قال تعالى ولا تفسدوا، قال تعالى وإذا قيل لهم، يعني للمنافقين، لأن الآية في سياق الآيات التي ذكرها الله في المنافقين في أول سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى ذكر في أول سورة البقرة ثلاثة أصناف، ثم في الأول المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. أربع آيات، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآية. ثم ذكر في الكفار الأصليين آيتين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاء ولهم عذاب عظيم، آيتين في الكفار الأصليين. وذكر في المنافقين بضع عشرة آية، مما يدل على خطورة المنافقين وأنهم أخطر من الكفار، بضع عشرة آية. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. ذكر فيهم بضع عشرة آية، من جملتها هذه الآية وإذا قيل لهم، يعني للمنافقين، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لأن النفاق فساد في الأرض والإيمان صلاح للأرض، عبر عن النفاق بأنه فساد في الأرض لأنه كفر بالله عز وجل، والكفر بالله فساد للأرض. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالنفاق لأن صلاحها بالإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن مصلحون، هذا جوابه، يقولون إن فعلنا هذا صلاح، هذا من انتكاس البصيرة أو من التلبيس على الناس، اعتبروا أنه صلاح. ليست القضية قضية دعوة، ولكن القضية قضية حقيقة، فالأرض إنما تعمر وتصلح بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، وإنما تفسد بمعصية الله ورسوله، ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن ذلك الحكم بما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله صلاح، صلاح للأرض، وهذا محل الشاهد من الآية للباب، أن الحكم بما أنزل الله صلاح للأرض، وأن الحكم بغير ما أنزل الله فساد، فساد للأرض، هذا الشاهد من الآية للباب. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الله أصلح الأرض بماذا؟
أصلح الأرض لإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذا إصلاح الأرض. نهى الله سبحانه وتعالى عباده أن يفسدوا في الأرض بعدما أصلحها الله بالإيمان، أن يفسدوا في الأرض بالمعاصي والمخالفات وتحكيم أمور الجاهلية والعقائد الباطلة. أعظم فساد في الأرض الشرك، الشرك بالله عز وجل وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. الله أصلح الأرض بالتوحيد وعبادة الله وحده، وأصلحها بالشريعة التي أنزلها لإنهاء الخصومات والقضاء على النزاعات بين الناس، وأصلحها بالطاعات التي أمر بها. فإذا تحققت هذه الأمور فلحت الأرض. إذا وجدت عقيدة التوحيد ووجد تحكيم الكتاب والسنة وتجنبت المعاصي وعمل بالطاعات صلحت الأرض، وإذا كان العكس فسدت الأرض. الشاهد من الآية كسابقتها أن الحكم بغير ما أنزل الله فساد في الأرض، وأن الحكم بما أنزل الله صلاح في الأرض. وجاء في الحديث أن حدا يقام خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد الواحد يقام خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. الحدود والشريعة والطاعة هذا صلاح للأرض، استدرار للخيرات ونزول البركات. والشرك والحكم بغير ما أنزل الله والعمل بالمعاصي إفساد للأرض وإيذان بحلول النقمات والكوارث والمصائب كما هو مشاهد مما حل بالأمم السابقة وما يحل للناس اليوم من العقوبات والكوارث المروعة. كل هذا بسبب الكفر والشرك والمعاصي وتحكيم غير ما أنزل الله، الحروب الطاحنة، التفرق والشيع والأحزاب والتناحر، والخوف الذي يصيب الناس، والهلع والجلاء من الأوطان والمجاعات والأمراض والأوبئة والزلازل والبراكين والعواصف وغير ذلك مما تسمعون الكثير منه. كل هذا عقوبات من الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآية من سورة المائدة. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل من حاكم أو تحاكم إلى غير ما أنزل الله فقد تحاكم إلى الجاهلية، والجاهلية المراد بها ما قبل الإسلام. الجاهلية المراد بها ما قبل الإسلام، هذه الجاهلية. كانوا في الجاهلية يحكمون بالطواغيت وتحكم الكهان بينهم والأعراف القبلية، العادات القبلية، هذا حكم الجاهلية. ما عندهم شريعة يحكمون بها، ما عندهم شريعة يحكمون بها بين الناس، وإنما يحكمون بعاداتهم وأعرافهم أو يتحاكمون إلى الكهان. هذا حكم الجاهلية. فلما جاء الإسلام ونزل الوحي أمر المسلمون بأن يتحاكموا إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يترك الشريعة
إلى غيرها فإنه يريد حكم الجاهلية، يريد الرجوع إلى حكم الجاهلية، سواء سماه نظاما أو قانونا أو ما أشبه ذلك من الأسماء. كل حكم يخالف كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حكم الجاهلية. وقوله أفحكم الجاهلية، الاستفهام إنكار، استفهام إنكار، وحكم مفعول مقدم، والجاهلية مضاف إليه. يبغون فعل مضارع، فعل فاعل، فعل وفاعل، والمفعول تقدم وهو حكم الجاهلية. والأصل أيبغون حكم الجاهلية. ثم قال جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحد أحسن من الله حكما. فهذا من أفعل التفضيل الذي لا يراد به المفاضلة بين شيئين. من أحسن من الله حكما أي لا أحد. أنت حينما تقول زيد أكرم، أكرم الناس، هذه مفاضلة دل على أن فيه أحد كريم لكنه دون كرم زيد، أي يسمى أفعل تفضيل، فيه كرماء لكن زيد أفضلهم أكرم. لكن قوله تعالى ومن أحسن من الله ليس من هذا الباب، ليس فيه حكم فيه خير أبدا غير حكم الله سبحانه وتعالى. أما أحكام الناس التي لا ترجع إلى حكم الله إنها شر كلها، وإن زعم أهلها أنها خير. قال الله أصلح للناس، هذا يتماشى مع العصر الحديث، هذا فيه مرونة، كل هذا كلام باطل. هذا فيه مرونة، هذا فيه أنا أصلح للناس اليوم، هذا كذا هذا كذا، كل كلام باطل. الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة، لكن الشأن في فهمها وتطبيقها، هذا هو الشأن، شأن في معرفتها وتطبيقها. لأن ما كل من أراد أن يحكم بالشريعة يحسن، أنه قد يجهل كثير منها فيظن أنه يحكم بالشريعة هو الاستلام، وما كل من عرف الشريعة يحكم بها. فالحاصل أنه لا حكم في جميع الأمور والمنازعات والمذاهب والفرق والعقائد، لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي هنا، لأن فيه حكم قدري وحكم شرعي وحكم جزائي. المراد هنا الحكم الشرعي. قال عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، إذا قيل عبد الله بن عمر على طول هو عبد الله بن عمر بن العاص، كما إذا قيل ابن عمر المراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، هذا نهي، لا يؤمن أحدكم هذا، يقولون يراد به نفي الإيمان الكامل، أي لا يكمل، لا يكمل إيمان أحدكم، مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، مثل قوله لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فالنفي هنا المراد به نفي الكمال، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى مقصورا المحبة والرغبة، المحبة والرغبة والميل، حتى يكون هواه أي محبته ورغبته وميله تبعا لما جئت به.
يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ولو خالف هواه، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبغضه ولو وافق هواه. هذا هو المؤمن الإيمان الحق الصحيح الذي يكون هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أمر به نال إليه ورغب فيه ولو كان يخالف هواه، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تجنبه ولو كان يوافق هواه، لأن العاقبة له. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الخير كله فيما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فاستمسك به سواء وافق هواك أو خالف هواك، لأن الهوى ليس ضابطا للصلاح والخير، أما ما جاء عن الله فهذا مأمور ومضبوط أنه خير إلى شر 100%، حتى ولو خالف هواك استمسك به فإن عاقبته خير، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الإمام المشهور محدث جليل من أئمة الشافعية والمصنفين المكثرين في الفقه وفي الحديث، قال النووي حديث صحيح، حديث صحيح يعني بلغ درجة الصحة، رويناه في كتاب الحجة. كتاب الحجة هذا كتاب اسمه الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة، وهو كتاب في أصول العقيدة لأحد أئمة الشافعية، الحجة على تارك المحجة، أورد فيه أحاديث في الإيمان وفي أبواب العقيدة على طريقة المتقدمين، يؤلفون كتب العقائد على حسب الآثار والآهواء والأحاديث، مثل كتاب الشريعة للأجري، السنة لابن أبي عاصم، عقيدة أهل السنة والجماعة للنكائي، يؤلفون في أبواب العقائد بالآثار والأحاديث الواردة في كل باب. هذا كتاب الحجة، فهو كما قال النووي صحيح وإسناده صحيح، وإن تكلم فيه بعضهم كالحافظ بن رجب، حافظ بن رجب يرى عدم صحة هذا الحديث، لكن هذا يشهد له قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآية تشهد لهذا الحديث، إذا معناه صحيح، معناه صحيح، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لأنهم يؤمنون أن هذا هو الخير، وإن كرهتوا أنفسهم أو شق عليهم فهم يسلمون بهذا، أنهم يعتقدون أنه هو الخير وأنه هو العاقبة الحميدة الدنيا والآخرة. قال الشعري، يعني رجع المؤلف رحمه الله إلى تفسير قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، رجع إلى الآية التي صدر بها الباب. قال الشعبي يعني في تفسير هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون، كان الشعبي هو الإمام الجليل التابعي عامر بن شراحيل الشعبي، كان إماما جليلا متقنا في الحفظ، حتى روي عنه أنه يقول ما
ما كتبت سودة في بيضة، كل علمه حفظ، ما اعتمد أو كتب شيء في الأوراق، ما يدل على ذاكرته وقوة حفظه رحمه الله. ما كتبت سوداء في بيضة، أنتم الآن تكتبون بالدفاعات في الغل. نعم. والشاب يقول أنا ما بكتب. طيب، قال عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين. اليهود معروفون، الطائفة التي تنتسب إلى موسى عليه السلام، هؤلاء يقال لهم اليهود، كما أن النصارى للطائفة التي تنتمي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. ومن المنافقين رجل من المنافقين، منافقين جمع منافق، والمنافق من أظهر الإيمان وأبطل الكفر، هذا هو المنافق، من أظهر الإيمان وأبطل الكفر. والكفر إنما النفاق إنما ظهر بعد الهجرة، في مكة ما كان فيه نفاق، لأن الناس مهددون، ولا يدخل الإسلام إلا من هو ثابت في مكة، لا يدخل الإيمان إلا من هو ثابت. ومن يريد الإسلام إرادة قاطعة، لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد المهاجرون والأنصار وقوي الإسلام، كان فيه في المدينة أناس من الكفار أشكل عليهم الأمر، لأنهم إن نازعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فسيتغلب عليهم. أهل المدينة أسلموا، كفار في حيرة، قالوا مش نعمل، لأن إن نازعنا هذا الرجل ونازعنا المسلمين قضوا علينا، ولا من حين نخرج، أهل حين نخرج من المدينة لجأوا إلى حيلة شيطانية، وهو أنهم يظهرون الإيمان، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، لذلك سموا بالمنافقين، لأن النفاق هو إظهار شيء وإخفاء ضده، إظهار شيء وإخفاء ضده. ومنه سمي نافقا يربوع، يربوع دويقة صغيرة تحفر لها بيت وتجعل باب للطواري، باب للطواري ما يحفره ويخلي قشرة بس فقط، قشرة، ويخلي باب المخرج الرسمي، الباب الرسمي يدخل لطعره وفي الأمان، فإذا حوصر ذهب إلى مخرج الطواري وشالها القشرة هذه وخلاص. هذه تسمى النافقاء، النافقاء يعني ظاهرها إنه ما في شيء، لكن باطنها هو باب، باب معد، باب معد للطواري. هذا أصل النفاق، إظهار شيء وإخفاء، وإخفاء ضده، هذا لغة. أما شرعا فالنفاق هو إظهار الخير وإبطال الشر، هذا هو النفاق شرعا. قد يكون نفاقا أكبر مخرج من الملة، قد يكون نفاقا أصغر لا يخرج من الملة. الأول يسمى نفاق اعتقادي، الذي يخرج من الملة يسمى نفاق اعتقادي، والذي لا يخرج من الملة يسمى نفاق عملي، نفاق عملي. وذلك كان يكون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله، لكن عند بعض صفات المنافقين، هذا نفاق عملي، مثل الكذب في الحديث والغش في البيع. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه فصلة إلى النفاق حتى يدعها، هذا نفاق عظيم لا يخرج من الملة لكنه خطير. أما والعياذ بالله النفاق الاعتقادي، هذا هو الذي أصحابه في الطرف الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، عن النفاق الاعتقادي. كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين حقوق، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد
اليهودي قال نتحاكم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عرف أن الرسول لا يأخذ الرشوة ويحكم بالحق، والرشوة بكسر الراء ويجوز فتح الراء وضم الراء، رشوة رشوة رشوة، هذا من المثلث يسمونها المثلث، رشوة رشوة رشوة. الرشوة في الأصل من الرشا، مأخوذة من الرشا وهو الحبل الذي يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر، هذا في الأصل. والمراد بها هنا المال الذي يدفع إلى الحاكم ليحكم بالباطل، يدفعه الخصم للحاكم من أجل أن يحكم له بالقضية. ففيه معنى الرشاء أيضا، لأنه أراد استنباط أو استخراج الحكم بواسطة هذا المال. والرشوة سحت كما سماه الله في القرآن، قال عن اليهود سمعون للكذب أكالون للسحت، والسحت هو الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الذي يسعى بينهم، لأن الرشوة جريمة عظيمة تفسد المجتمع تعطل الحقوق وتؤيد الظلمة وتهين المظلومين. الرشوة فساد عظيم في المجتمع، ما ظهرت الرشوة في المجتمع إلا وفساد، لأنها تعطل الأحكام والعدل بين الناس، ترفع الأساهم وتهين الأكارم، تناصر الباطل وتهين الحق، هذه آثار الرشوة والعياذ بالله. وكان اليهود من صفاتهم أنهم يأخذون الرشوة، فقال المنافق نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، الأمر سهل، يدفع لهم دراهم ويحكم له، يعني الحكم يباع بيع، يقدم زمن وقيل الحكم، واللي ما يقدم شيء ما له شيء ولو كان محقا. هذه شرفة اليهود وشرفة من فسد دينه من هذه الأمة وقل حياؤه من الله عز وجل. ثم اتفق على أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة، كاهن من جهينة، الكاهن معروف والذي يدعي علم الغيب كما سبق، وجهينة اسم قبيلة لا تجال بهذا الاسم إلى الآن، جهينة، ويقولون إنها فخذ من قضاعة، فخذ من قضاعة، الجذر الكثير من جذور العرب، قضاعة، جهينة منها من قضاعة، إلى كاهن من جهينة، لأنهم كانوا في الجاهلية يتحاكمون إلى الكهان، فيكون هذا معنى قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى الكهان، إلى الكهان. وقلنا إن كل من حكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت، سواء كان كاهنا أو غير كاهن، حتى ولو كان عالما من العلماء أو حبرا من الأحبار، أو إذا كان مستحلا لهذا الشيء إنه يكون طاغوتا. وقيل نزلت في رجلين، قيل هذه صيغة تضعيف، يعني قيل في تفسير الآية أو سبب نزول الآية إنها نزلت في رجلين اقتصما، قال بعضهم نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف نزعم اليهود، وكان من شر اليهود وأشدهم عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من طيب من العرب، لكن أخواله من بني النضير، أخواله من بني النضير، وإنه عربي اعتنق دين اليهود مع أخواله، وكان شر اليهود، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذهب إلى أهل مكة بعد وقعة بدر حرضهم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منهم أخذ الثار،
لما سألوه قالوا أينا خير محمد ولا نحن؟ قال أنتم خير. فأنزل الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه كعب بن الأشرف لما ذهب إلى مكة وقال لأهل مكة وكفار مكة والمشركين أنتم خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير من أهل الأرض كلها وأنه على حق وأن هؤلاء مشركون، لكن الهوى حمله على هذا، حمله على هذه المقالة والعياذ بالله. كانت خاتمته أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأذى منه أرسل إليه نفرا من أصحابه بالليل فنادوه فنزل إليهم فقتلوه، فراح المسلمون من شره. هذه خاتمته والعياذ بالله. قال نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف اليهودي، ثم ترافع إلى عمر، في النهاية ترافع إلى عمر بن الخطاب، ترافع إلى عمر بن الخطاب. عمر ما عنده لعبة رضي الله عنه، ما عنده لعبة أبدا، الآن وصل نقطع رؤوسه. فقال روى بعضهم القصة لعمر، أخبره بالقصة وأساسها وأن خصمه رفض الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال للذي رفض الذهاب إلى الرسول أهكذا؟ قال نعم، فأخرج السيف وقتله، أخرج السيف وقتله، لأنه مرتد. المنافق إذا أظهر نفاقه وعداءه للإسلام يقتل، إلا إذا ترتب على قتله مفسدة أكبر، كأن يكون له قبيلة وراء ناس يحصل منهم شر على المسلمين، فإن ارتكاب أخص الضررين لدفع أعلاهما واجب. ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين الذين حصل منهم ما حصل في غزوة تبوك وفي غيرها، لم يقتلهم. ولما سئل عن ذلك أو طلب منه أن يقتلهم قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الرسول ترك قتلهم لأنه يفضي إلى مفسدة أكبر، أما إذا كان ما يفضي إلى مفسدة فإنه يقتل. هذا ما ورد، وورد غيره أيضا في سبب نزول الآية أشياء كثيرة، لكن الشيخ اختار هذين السببين لوضوحهما في تفسير الآية. فالحاصل أن هذا الباب باب عظيم، ويشتمل على هذه الآيات والحديث وأسباب نزول الآية، فيستفاد من نصوص هذا الباب فوائد عظيمة. الفائدة الأولى وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء من أمور العقائد وأمور الخصومات بين الناس وأمور المقالات والمذاهب والجماعات، تحكم الشريعة في كل شيء. أما الذي يأخذ طرفا ويترك الطرف الآخر فهذا ليس محكما للشريعة، لأنه يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وهذه قضية مهمة جدا إذا طبقتها على أحوال الناس اليوم. الفائدة الثانية أن التحاكم إلى غير الشريعة من الأنظمة والقوانين والعادات والسلوك القبلية والعوارف كله من حكم الجاهلية ومن حكم الطاغوت، حكم الجاهلية وحكم الطاغوت. إلا قضية الإصلاح بين الناس،
في حدود العدل وإنهاء النزاع هذا شيء طيب، لا خير فيه كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح بين الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال تعالى الصلح خير، فتسوية النزاع في الصلح هذا من الشرع، لا ليس هذا من حكم الجاهلية، هذا من الشرع. إذا كان الصلح باختيار الطرفين ليس فيه إجبار لأحد، اختيار الطرفين، فهذا من الشرع أمر الله تعالى به. أما الصلح اللي فيه إجبار عدم رضا من أحد الطرفين فهذا لا يعتبر صلحا. المسألة والفائدة الثالثة أن صلاح الأرض بتحكيم الشريعة والعمل بالطاعة وفسادها بتحكيم القوانين أو غيرها وارتكاب المعاصي والسيئات. المسألة الرابعة أن كل حكم يخالف حكم الله ورسوله فإنه حكم الجاهلية وهو تحاكم إلى الطاغوت. حكم الجاهلية يوصف بأوصاف، منها أنه حكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يقول، وأنه حكم الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهذا الرجل الذي أراد العدول عن رسول الله إلى عمر ماذا فعل معهم؟ قتله. لا يجوز العدول عن الرسول إلى أحد حتى ولو كان من أصلح الناس، ما في أصلح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأمة بعد أبي بكر، ومع هذا لا يجوز الذهاب إليه وترك الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بغير عمر؟ كيف بغير عمر رضي الله عنه؟ فلا يجوز العدول عن ما جاء في كتاب السنة إلى رأي أحد ولو كان من أصلح الناس وأجهد الناس. ما بالك بالذهاب إلى الطاغوت، إلى الكاهن، إلى العارفة عند القبائل، إلى أين؟ إذا كان الذهاب إلى عمر بن الخطاب وترك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المسافة فكيف الذهاب إلى غيره؟ المسألة الخامسة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن الذين قالوا إنهم آمنوا ولكنهم لم يعملوا ولم يعتقدوا ليسوا مؤمنين. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني اكتفوا بمجرد القول، أما قلوبهم فمنكرة لا يعتقدون وأعمالهم مخالفة. فالإيمان إذن قول واعتقاد وعمل، لا يكفي القول دون الاعتقاد، ولا يكفي الاعتقاد دون القول والعمل، ولا يكفي العمل دون الاعتقاد، لا بد من ترابط الثلاثة جميعا، لا بد من ترابط الثلاثة جميعا. الذي يقول إن الإيمان قول فقط هذا قول الكرامية وهم طائفة من المرجعة، والذي يقول إن الإيمان اعتقاد فقط هذا قول المرجع الأشاعرة وغيرهم، والذي يقول إن الإيمان مجرد المعرفة ولو لم يعتقد هذا قول الجهمية وهم شر المرجع، شر المرجع، لأن طوائف المرجع ثلاث. طائفة الأولى الذين يقولون إن الإيمان قول فقط، هؤلاء هم الكرامية أربعة، أنواع المرجع أربعة. النوع الثاني الذي يقول إن الإيمان اعتقاد فقط هذا من أنواع المرجعة، وهذا قول الأشاعرة وعلماء الكلام. النوع الثالث الذي يقول إن الإيمان مجرد المعرفة ولو لم يحصل اعتقاد، وهذا قول من الجهمية، هذا قول الجهمية وهو شر طوائف المرجعة،
الفئة الرابعة مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد فقط وليس منه العمل. هذا قول مرجئة الفقهاء ويسمون مرجئة أهل السنة. هذه طوائف المرجئة على سبيل الاختصار. أقربها مرجئة الفقهاء وأبعدها والعياذ بالله مرجئة الجهمية. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن عمر العرب القاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا استغرب لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: فهم يكفرون بالرحمن. في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه انه قال: حدث الناس بما يعرفون، فتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وعن عبد الرزاق عن نعمر عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، فانتفض رجل إنكارا لذلك، فقال رضي الله عنه: ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك، فانزل الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هذا الباب فقده المصنف رحمه الله بعد البابين السابقين السادس، فاستخذ من اطاع العلماء والامراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أرباب. وقوله: وباب ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. الأبواب كلها متناسقة تدل على أنه يجب تحكيم الكتاب والسنة والشريعة في كل موارد النزاع، الخصومات من الناس وما يسمى بالحاكمية، وفي العقائد والأسماء والصفات. نراه عقد هذا الباب: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. يعني أنه كما يجب تحكيم الشريعة في أمور الخصومات، يجب تحكيمها أيضا في أمور العقيدة، بل تحكيمها في أمور العقيدة أولى وهو الأصل، وكذلك تحكيمها في مسائل نزاع الفقه والاجتهادات بين العلماء، فإذا اختلف العلماء في مسألة فقهية وجب علينا أن نرد نزاعهم إلى كتاب الله وسنة رسوله، ونأخذ ما ترجح في الدليل من أقوالهم.
ولا نقلد احدا من الناس اخطا او اصاب، لا، بل انما ناخذ من اقوال العلماء ما وافق الكتاب والسنه. وما خالف الكتاب والسنه فان صاحبه ماجور على اجتهاده، ولكننا لا يجوز لنا ان ناخذ به. الحاصل ان تحكيم الشريعه واجب في كل النزاعات، العقائد، الخصومات، في الفقهيات، هذا هو الواجب. اما ان نحكم الشريعه في جانب ونغمل الجوانب الاخرى، نسجل عليها الكتاب وخلي الناس ونزاعه فيها، هذا لا يكفي ولا وليس هو المقصود من تحكيم الشريعه. فقوله رحمه الله باب من جحد الاسماء والصفات، من جحد شيئا من الاسماء والصفات، من اسم شرط جائز، وجحد شيئا من الاسماء والصفات هذا فعل الشرط، جواب الشرط محذوف تدل عليه الايه التي بعد، جواب الشرط فقد كفر، بدليل الايه التي بعده وهم يكفرون بالرحمن، دل على ان جحود الاسماء والصفات لكن هذا الكفر يختلف، قد يكون مخرجا من المله قد يكون غير مخرج من المله. فان كان جحد الصفات عنادا وجحودا هذا كفر يخرج من المله، عنادا وجحودا هذا يخرج من الملة كما فعل المشركون وكما فعل الجامية، فإن الجامية يكفرهم كثير من علماء السنة والعلامة ابن القيم، ولقد تقدم كفرهم ولقد تقلد كفرهم 70 من العلماء في البلدان أو 50 من العلماء في البلدان. والإمام اللالكائي حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. فجحود الجهمية بالأسماء والصفات من باب العناد والجحود كحالة المشركين من قريش وغيرهم، فهذا كفر يخرج منه. أما إذا كان جحود شيء من الأسماء والصفات من باب التأويل، من باب التأويل أو التقليد لمن ظنه على حق، فهذا كفر لكنه لا يخرج من الملة، كفر أصغر، كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو ضلال. على كل حال هو ضلال. فالحاصل أن جحود الأسماء والصفات كفر، لكن قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا دون كفر على حسب التفصيل الذي ذكرناه لك. لما كان التوحيد 3 أقسام، توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة تدبير الكون، هذا يسمى توحيد الربوبية، وهذا يقر به جمهور العالم قديما وحديثا، لم ينكره إلا الملاحدة كفرعون والشيوعية ملاحدة تقوم بالمعطلة، معطلة العالم. وجحودهم إياه من باب المكابرة، وإلا في الحقيقة وفي قرارة أنفسهم هم يؤمنون به، لأنه لا يعقل أن يكون هذا الوجود بدون خالق وبدون مدبر. لا عاقل في العالم يقول بأن هذا العالم ليس له مجبر وليس له صانع وخالق أبدا، إن كان يقول هذا فليس بعاقل. الله تعالى يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. موسى يقول لفرعون أكبر المعظمة، يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر
لقد علمت هذا قسم من موسى عليه السلام حلف يحلف بالله انك يا فرعون قد علمت ما انزل هؤلاء الايات الا رب السماوات والارض فقال واني لاظنك يا فرعون مذكورا. هذا دليل على ان فرعون كان معترفا في قراره نفسه ولكنه جحده في الظاهر من باب المكابره والتغرير بالناس. ما علمت لكم من اله غيري انا ربكم الاعلى. هذا من باب التغرير وحب الرياسه والسلطه. والا فانه في قراره نفسه وعقله يعترف انه لم يخلق السماوات والارض ولم يخلق هذا الكون ولم يخلق حتى ثيابه التي يلبسها او قراره الذي ياكله. وانما هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. هذا توحيد الربوبيه. القسم الثاني توحيد الالوهيه وهو افراد الله تعالى بافعال العباد التي يتقربون بها اليه كالدعاء والركوع والسجود والصوم والحج و الإنابة والخشية والخردة والخردة يعني أعمال العبادة القلبية وأعمال العبادة القولية وأعمال العبادة العملية. هذا إفراد الله تعالى به يسمى توحيد الألوهية. وهذا أنكره أكثر العالم ولهذا بعث الله الرسل دعوتي إليه. كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الرسل جاءوا بدعوة العالم إلى توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهم مقرون به ولا يكفي ولا يخرج الإسلام ولا يخرج صاحبه من النار. وينكره اليوم عباد القبور وغلاة الصوفية الذين يتقربون إلى المخلوقين أحياء وأمواتا بأنواع من العبادات يخافونهم ويرجونهم ويرهبون منهم. هذا كله من توحيد الألوهية وهو الذي جرت الخصومة فيه بين الأنبياء ومخالفيهم من قديم من أول الزمان من أول رسول إلى آخر رسول منهم عليه الصلاة والسلام. الخصومة بين الرسل والأمم في توحيد الألوهية والدعوة إلى توحيد الألوهية. القسم الثالث هو الذي نحن فيه الآن توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله سبحانه وتعالى ويسمى بما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو وصفه به وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء هذا نفي للتشبيه والتمثيل وهو السميع البصير هذا نفي للتعطيل والجحود. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. وقد أنكره الجهمية ومن أخذ عنهم من الفرق كالمعتزلة والأشاعرة إلى آخر الفرق. لكنهم مختلفون في إنكاره. الجهمية أشد الفرق إنكارا للأسماء والصفات. يليهم المعتزلة. المعتزلة أثبتوا الأسماء وجحدوا الصفات. أثبتوا أسماء مجردة بلا معاني ونفوا الصفات. الأشاعرة أثبتوا الأسماء وبعض الصفات. أثبتوا سبع صفات وجحدوا بقية الصفات وكذلك المالكية وإلى آخره من الجرم. فهم في إنكارهم للأسماء والصفات متفاوتون لكن يجمعهم أنهم جحدوا
الأسماء والصفات أو شيئا من الأسماء والصفات، إما كلها وإما بعضها. وهذا القسم في الحقيقة، القسم الثالث هذا في الحقيقة داخل في القسم الأول، داخل في توحيد الربوبية، ولكن العلماء أفردوه وجعلوه ثالثا لأنه لما ظهرت الفرق المخالفة فيه كالجهمية ومن تتلمذ عليهم احتاجوا إلى أن يفردوه، إلى أن يفردوه بقسم مستقل وأن يؤلفوا فيه مؤلفات للرد على هذه الفرق. هذا هو السبب في جعله قسما مستقلا لأجل توضيح الحق فيه، وإلا فهو داخل في القسم الأول. ولذلك بعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية. هذا يسمى بالتقسيم المجمل. أما التقسيم إلى ثلاثة أقسام فهذا يسمى بالتقسيم المفصل، تقسيم المفصل. وهذا ليس من صنيع ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب كما يقول بعض أستاذ العاصر، يقولون هذا تثليث، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع هذا تثليث النصارى. ما في ثلاثة أقسام، التوحيد قسم واحد. سبحان الله، ما هذه المغالطة؟ مغالطة مكشوفة. ما قالها ابن تيمية من عنده، ولا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عنده، وإنما هذا الشيء موجود في الكتاب والسنة، وقاله غيره من الأئمة قديما وحديثا. فإذا طلعت المؤلفات وجدت هذا موجودا، اقرأ الفاتحة مثلا، الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد الألوهية. هل هذا قاله ابن تيمية ولا قاله الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله. اقرأ آخر سورة من المصحف، أنت الآن قرأت أول سورة من المصحف ووجدت فيها أحكام التوحيد الثلاثة ولا لا؟ اقرأ آخر سورة، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أليس هذه أحكام ثلاثة؟ رب الناس هذا توحيد الربوبية، ملك الناس هذا توحيد الأسماء والصفات، إله الناس هذا توحيد الألوهية. يعني هل هذا تكرار في القرآن ولا كل قسم مستقل؟ يا سبحان الله، أين العقول والبصائر؟ لكن كما قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والهوى، الهوى هو الذي يسبب والعياذ بالله هذا الشيء. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه مسالك. وهم الضمير يرجع، ضمير الغائب يرجع الى كفار قريش، هم يعني كفار قريش. يكفرون بالرحمن، يكفرون يعني يجحدون، الكفر هو الجحود، يجحدون باسم الرحمن. متى كان هذا؟ ورد أن هذا كان في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو ربه: يا رحمن يا رحيم يا الله، فيسمعه المشركون ويقولون: انظروا إلى هذا الرجل، يدعو أنه يدعو إلها واحدا وهو يدعو آلهة متعددة، يا الله يا رحمن يا رحيم. فأنزل الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، هذا قول. والقول الثاني أنها نزلت في قصة الحديبية، قصة الحديبية لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الكتاب، كتاب الصلح، وثيقة الصلح
التي بينه وبين المشركين، جاء علي رضي الله عنه وامره ان يكتب، فقال ماذا اكتب؟ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا الرحمن لا نعرفه، الرحمن لا نعرفه الا رحمن اليمامه، يعني المسيلمه، لان المسيلمه الكذاب كان يسمي نفسه برحمن اليمامه. قالوا ما نعرف الرحمن الا رحمن اليمامه، ولكن اكتب باسمك اللهم، لان هذه عادتهم انهم يكتبون باسمك اللهم. فانزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، قل هو اي الرحمن، هذا اثبات، اثبات لهذا الاسم العظيم هو ربي عليه توكلت واليه متاب، هذا اثبات ورد عليهم في اثبات اسم الرحمن وانه من اسماء الله سبحانه وتعالى. هذا سبب نزول الايه، فدلت هذه الايه على ما ذكره الشيخ في الترجمه ان من جحد شيئا من الاسماء والصفات فقد كفر، لان الله سماه كفرا بقوله وهم يكفرون بالرحمن. فمن جحد شيئا من الاسماء والصفات فقد كفر، تشبه بالمشركين. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه هو امير المؤمنين ابو الحسن مالك بن ابي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمه العشره المبشرين بالجنه ومن السابقين الاولين من الاسلام المهاجرين، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وفضائله كثيرة رضي الله عنه. ومن فضائله ما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه شهادة عظيمة يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون يعني بما يفهمون وما تدركه عقولهم، ولا تحدثوهم بشيء لا يفهمونه فيكون هذا سببا لتكذيبهم، لا يكون أنتم السبب في هذا. متى قال علي رضي الله عنه هذه المقالة؟ قالها لما كثر المحدثون في وقته وكثر الكفار، الخصاص الوعاظ الذين يعظون الناس ويذكرون للناس أشياء من الوعيد ومن الوعد ووصف الجنة ووصف النار بعيدة عن عقولهم، أو يذكرون أحاديث غير صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الوعاظ والخصاص يتجاوزون، لا يتحرون الدقة لأنهم يريدون التأثير على الناس بأي ثمن، يريدون التأثير على الناس بأي ثمن، يقول له قصة غريبة، حكاية، حديث مكتوب أو موضوع أو وعيد أو اللي يأثر على الناس، أو اللي يغطي الناس يقول له أحاديث لوصف الجنة وكذا وكذا، تكون صحيحة ثابتة لكن الناس لا يفهمون، يستغربونها، قد تكون غير صحيحة. فهو رضي الله عنه أراد أن يضع منهجا للمحدثين والوعاظ، ويدخل فيهم الدعاة، ويدخل فيهم المدرسون الذين يدرسون الناس في المساجد أو في المدارس، كلهم يعتبرون محدثون الناس، إما عن طريق الموعظة أو عن طريق الدرس أو عن طريق الدعوة. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وضع منهج للدعاة وللمدرسين وللوعاظ لأنهم يتحرون
في حديثهم مع العوام ومع الجهال ما لا تستغربه عقولهم. بل يتدرجون معهم شيئا فشيئا، يعلمهم اليوم مسألة، في اليوم الثاني مسألة ومسألتين وهكذا، يعلمهم كتاب مستطر، فإذا خلصوه يعلمهم كتاب متوسط وهكذا، يعني يتدرج معهم، لا يجدهم العلم طفرة على طول، حكوا عليهم سبب ويصبح هذا. ثاني طريقة سهلة، لو اتبعها الدعاة والمدرسون والوعاظ من وعظهم للناس، وأنهم يتدرجون معهم على حسب مدارسهم، حسب أفهامهم، هذه الطريقة الصحيحة للتعليم والدعوة والوعظ. خاطب علماء تكلم بأسلوب علم، تخاطب طلبة علم تكلم بأسلوب الطلب، خاطب عوام تكلم بالأسلوب اللي يناسب العوام، تمشى مع الصحيح ويناسب أفهامهم، هاتهم شيء. ولهذا يقول العلماء: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. يقولون ربانيين، الرباني هو الذي يبدأ بصراغ العلم قبل إباره، هذا الرباني. المعلم الرباني هو الذي يبدأ بصراغ العلم قبل إباره، يدرج الناس، هذا هو المعلم الرباني. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون، هذه طريقة التعليم والوعظ تدرس مع مدارس الطلاب. ولهذا تجدون المناهج التي وضعها علماؤنا في المراحل الدراسية متمشية على هذا. الابتدائي له منهج في العقيدة وفي الفقه وفي كذلك النحو، المتوسط له منهج في الأعلى الابتدائي، الثانوي له منهج أعلى من المتوسط، الكلية لها منهج أعلى من الثانوي، دراسات العليا لها منهج أعلى من الكلية، وهكذا. هل هي طريقة الناشئة؟ أما أن يكتشف العلم أو كبار المسائل أو كبار الكتب وتعلم فيها طلاب مبتدئين أو تقرأها على عوام، هذا غلط، هذا فساد أكثر من صلاحه. حدث الناس بما يعرفون، يعني على قدر عقولهم ومدارسهم، لا تجيب لهم شيء ما يتسع له فكره وعقله في الوقت الحاضر، لكن لكن قد يتدرج في المستقبل ويستوعب. انت مثلا حينما تغذي طفل، الطفل اول ما يولد يغذى بماذا؟ باللبن، اليس كذلك؟ لو تعطيه طعام كان يموت ولا لا؟ لو تجيبه طعام تمر ولا يعني بر ولا شيء مطبوخ وهو ما ولد الا له يومين او اشهر يموت، يعني يعطى اللبن اول شيء، ثم بعد ذلك يعطى من الطعام للطفل، يعطى من الطعام على قدره، يعطى ملعقه ملعقتين او ما اشبه ذلك، لكن تجيب له صحفه مليانه لحم وبرقان وفواكه تخلي ياكلها كلها يوم وتصلي، لا وصل هذا المستوى، شوي شوي الجسم والعقل تدرج، كما ان الجسم يتدرج معه كذلك العقل والادراك. فانت علم الناس على قدر مداركهم، كلمهم على قدر مداركهم، وانظر الحاضرين عندك مستواهم كمش مع مستواهم، هذا هو الحكمة في حدث الناس بما يعرفون. فإن حدثتهم بما لا يعرفون كان سببا في التكذيب، تكذيب الله ورسوله، لأن من أنكر شيئا، من جهل شيئا، لأن من جهل شيئا عاد أو تجيب لهم شيئا يجهلونه ينكرونه على طول يضحكون، يقولون كما قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله وهم جهال. ما يقول أنت السبب الذي حملتهم على هذا الشيء.
ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هناك فتنة عظيمة من الكلام الأمير المؤمنين عليه سواء كان هو رجل الأستاذ واحد تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يعني ضلال. قد تريد الخير وتريد تعلم، لكن هو يكذب بهذا الشيء او ينكر او يضحك منه فيقول فتنه والعياذ بالله، انت السبب في هذا. ويقول امير المؤمنين معاويه رضي الله عنه: لا يقض الا امير او مامور. كذلك امير المؤمنين معاويه رضي الله عنه ادرك ما ادركه علي، لان الخطاب في وقته صاروا يحدثون الناس بأشياء غريبة شوشت على الناس، فمنع من ذلك وقال: لا يقص إلا أمير أو مأمور، يعني مولن هذا الشيء، مولن هذا الشيء من قبل ولي الأمر. أما كل يجي ويتكلم وكل يجي ويدرس على في الهواء ويجي ناس ما يعرفون، هذا هو الواقع. لازم من ضبط الأمور، وإلا في الهواء علمية وليس المسألة والنتيجة أن الشيء يخرج من الدنيا. لا مصيبة أن هذا بالدين، نحن فتنة بالدين، نحن ضلال بالدين بسبب هذه الفوضى العلمية. فلا بد من ضبط الأمور، وأن لا يتكلم على الناس مدرسا أو واعظا أو داعيا إلا من اتصف بالعلم والحكمة، العلم والحكمة، العلم الذي يستطيع فيه أن يبين، والحكمة الذي يستطيع أن يضع العلم في مواضعه، في مواضعه الصحيحة. فلا يلقي على العوام دروس العلماء، ولا يلقي على العلماء دروس العوام، بل كل يلقي عليه ما يناسبه. نلاحظ هذا في رسائل الشيخ رحمه الله، المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إذا كتب للعوام كتب بلهجة واضحة تقرب من العامية، وإذا كتب للعلماء كتب بأسلوب رفيع، أسلوب علمي غليظ، وصف فيه من العلوم الشيء العجيب. لكن لما يخاطب عوام يجيب لهم كلام واضح، يجيب لهم مسائل سهلة، مسائل خفيفة على قدر ما نتحملها. أقول هكذا طريقة الدعاة والمرشدين والمعلمين، أنهم ينظرون إلى مستويات من يلقون عليهم الكلام، فيلقون على كل مستوى ما يناسبه من العلم والحكمة. هذا هو الطريقة الصحيحة. قال: وروى عبد الرزاق، الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الإمام الجليل صاحب المصنف، مسمى المصنف عبد الرزاق، جمع فيه بين الآثار والفقه وفتاوى السلف وأقوال السلف، صنف عبد الرزاق مشهور، وقد سافر إليه الإمام أحمد من العراق إلى صنعاء، تلقى عنه الرواية، كان العلماء يرحلون إليه رحمه الله، أنه إمام جليل في الحديث والرواية. روى عبد الرزاق عن معمر بن الراشد، معمر بن الراشد الأزدي إمام ثقة عالم مشهور، عن معمر عن ابن طاهر.